كيف شفتي الأسعار؟ عادية يعني، أسعار مقبولة بالنسبة للوضع العام، مقبولة. طيب يعني عم بتكون يعني في غلاء لناس وناس. أنا هلا بدي أسألك سؤال، المواد الأساسية مثل رز برغل هي مفروض تكون، لأنه هي مادة أساسية بالنسبة لأكل الشعب. هلا هي هون بسوريا للتجارة عم بتكون الأسعار أرخص أو أرخص أو أرخص. أنا شفت هلا السعر أرخص، هلا الرز ب 17 برا هون ب 15، يعني 2000 ليرة بجوز. يعني إذا بدي أخذ كميات، عنده عائلة وأسر، هلا مثلا انتبهت أكثر من شيء أرخص، بس يعني شيء بسيط. يعني هون بالسورية للتجارة عم بتلاقي كل المواد اللي بتحتاجيها؟ إيه كل شيء، كل شيء موجود وكميات كافية ووافية، واللي بده يشتري يتفضل. طيب هلأ بالنسبة للسلل الرمضانية شفتيها أنت موجودة، كيف شفتي أسعارها؟ منيحة مقبولة ولا لا غالية؟ فيها 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 قصص ماما؟ لك أنسي، هي لك أنسي، هي ما غالية عادي، بس والله الناس ماما صار لا، السعر السلتين سلة كبيرة وسلة صغيرة منافسة وكويسة مناسبة، يعني في غلا بس منيحة. طيب بالنسبة للفرق بينه وبين السوق، عم بتلاقي هون الأسعار أفضل أو لا؟ أفضل بس ما هالفرق الكبير. يعني عم بتلاقي كل المواد متوفرة هون؟ إيه متوفرة، كل شيء عم تحتاجه عم تلاقي؟ إيه متوفرة، بس يكون في مصاري كل شيء متوفر. طيب بالنسبة للسلل الرمضانية اللي هلأ موجودة بسوريا للتجارة، عم بتكون سعرها مقبول مثلاً وفيها كل شيء؟ أرخص من السوق. لا مقبولة مقياساً مع الدخل الفرد، مقبولة. طيب عم تلاقي في فرق بين الأسعار هون وبرا بالسوق؟ لا في فرق، بس ما هالفرق الكبير طبعاً، فرق بسيط. بس هلأ هون الفرق أنه بتدخلي مثلاً بتاخدي مثلاً مستلزماتك بشكل عام، إن كان مثلا ألبان، أجبان، معلبات، أي شيء مثلا زيوت، هيك شيء كله ممكن تأخذي من هون، وفي يعني في فرق. كل المواد اللي بتحتاجها بتلاقيها هون بالصالة؟ يعني فينك تقولي 90%. 90%. يعني أنت اللي بيشجعك إنك تجي لهون هو توافر المواد كلها بشكل كامل؟ في فرق هلا مثلا بالنسبة للألبان والأجبان، في فرق بين برا وجوا، بس بقى مو بعرف هلا حسب بقى المصدر. طيب بالنسبة لجودة المواد؟ ممتازة والله، ممتازة بالنسبة للسوق، يعني ممتازة جدا. عم بيكون في فرق بالأسعار بين هون وبرا؟ ايه طبعا، يعني 5000 6000 في فرق، كويس ممتاز. يعني بالنسبة لتوافر المواد عم بتلاقي كل شيء؟ كل شيء متوفر هون. ايه وجودتها ممتازة، يعني عم بتلاقي نوعيات منيحة؟ نوعيات منيحة كمان. ايه طيب هلا انا شفتك عم تشوف السلل الرمضانيه، بالنسبه لاسعارها والمواد الموجوده ضمن السله عم تكون منيحه؟ كويسه. اي والله ممتازه، والله اسعار كويسه، يعني ما كثير كثير كويسه، يعني نفس ما فيها الفرق كله، ما رح تدرس ما في فرق بينه وبين السوق، شيء بسيط يعني جدا. في بعض المواد في فرق، في بعض المواد يعني. طيب وبالنسبه لتوافر المواد عم تلاقيها كلها موجوده؟ طبعا اكثر، ايه يعني تقريبا 75 لحد 80% كلها متوفره هون. بالنسبة لجودة المواد؟ والجودة كمان ممتازة. بالنسبة للسوق أفضل، يعني إيه إنه عم نشوف في سعر ثابت تقريبا، إيه بينما برا السعر متقلب. والله المواد أسعارهم مقبولة، وجودة كويسة، مقبولة الجودة. طيب في فرق بينه وبين السوق؟ طبعا في فرق، أنا شعرت بالفرق بالزيت بالأخص.